بمصر السنة الهجرية الجديدة. في البداية توجه الشكر الجزيل للقانون على تنظيم هذا الملتقى العلمي حول تاريخ الجزيرة العربية القديمة وعلاقتها باليونان والروم. شكر خاص لجامعة الملك سعود وكذلك مركز الملك فيصل وجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه الندوة القيمة والتي سوف أشارك فيها ببحث قصير عن حياة العرب السياسية والاجتماعية كما صورها المؤرخ اليوناني فيريدوت. تجمع آراء المؤرخين على أن أقدم المصادر الكتابية اليونانية التي ألقت الضوء على جوانب مهمة من تاريخ العرب القديم تتمثل في كتابات فيريدوت والتي تضمنها كتابه المعروف بتاريخ فيريدوت أو استقصاء. فيريدوت كما يحلو أو أبو التاريخ كما يحلو للخطيب الروماني شيشر من أن يصفه ومحقا في ذلك غنيا عن التعريف، إلا أن الأمر المثير للاهتمام في أحاديث فيريدوت عن العرب وبلادهم وأحوالهم يبرز في الكشف عن دورهم السياسي في أحداث الشرق الأدنى خلال القرن الخامس قبل الميلاد ووجودهم ككيان سياسي أيا كان حجمه من ناحية وتركيزه على بعض مظاهر حياة العرب الاجتماعية. تركيزه على بعض مظاهر حياة العرب الاجتماعية وتقاليدهم وعرافهم الخاصة بهم والتي أثارت إعجاب فيريدوت حتى أنه يتحدث عنها بالكثير من الانبهار ربما لأنه لم يجدها في عهد العرب من الشعوب والأمم التي زارها أو عايشها وتحدث عنها بإسهاب كبير من خلال الكتاب. فمن الناحية السياسية يشير فيريدوت في كتابه الثالث عن استخدام العرب لقب سياسي هو الملك فيقول ملك بلاد العرب بل ويحدد المنطقة التي يحكمها في منطقة ممتدة من جنوب غزة حتى الخليج العربي شرقا ولعل ذلك يرجح أمر كون العرب الذين يتحدث عنهم فيريدوت في كتاباته غالبا هم عرب شمال الجزيرة العربية وشرقها. فالعرب إذا في المناطق التي حددها فيريدوت على الأرجح يخضعون غالبا لملك سواء كان هذا الملك يحكم دولة أو قبيلة تتفرع عشائرها في المنطقة فيخاض على حكم الملك المذكور وطبقا به فإن ملك العرب المذكور ومن يخضعون لحكمه من العرب ومن شعوب المنطقة الأخرى كانوا يمتلكون قوة منظمة قواما رجال مسلحون بالأقواس والسهام القوية في الشمال أما في الشرق في جزر البحر الأثناء الخليج وما حولها فيتسلح العرب بما يتسلح به جيرانهم من الميديين من قوة الدباد على الراس ويهتمون بالدروع ويتمنطقون بالقناديل حول قصورهم ويحملون السهام الأقواس المدينة. وكانوا ينتظرون ظهور الجمال مما يشير الى امتلاك العرب انذاك القوه العسكريه التي تحافظ على كيانهم وتحول دون الاعتداء عليهم من قبل شعوب المنطقه وقبائلها المختلفه. ومن ناحيه اخرى تفيدنا كتابات فيريدوت بان هؤلاء العرب لم يكونوا خاضعين لحكم الامبراطوريه الفارسيه التي سيطرت على اجزاء كبيره من الشرق الادنى القديم انذاك. يؤكد ذلك أن الإمبراطورية الفارسية لم تفرض على الجزيرة العربية الجزية المقررة على كافة شعوب وأقاليم المنطقة آنذاك، إلا أن العرب على الأرجح ربطت بينهم وبين الفرس علاقات ود وصداقة، حيث كان العرب يرسلون سنويا هدية عرقون ود وصداقة للملك الفارسي دار الأول. تتكون الهدية المذكورة وفقا لفيريدوت من 1000 تالنت أي وزنة من البخور الذي يستخدم في أغراض دينية ودنيوية. الجدير بالذكر أن فيودور الصقلي أكد هذا الأمر بعد ذلك حيث أشار إلى استقلال العرب وعدم الخضوع عنهم إلى أي احتلال أجنبي. وأيضا يشير فيريدوت إلى إدراك الفرس لأهمية موقع العرب في شمال الجزيرة العربية ومعرفتهم بطرق المنطقة حيث أرسل الملك الفارسي قمبيس إلى ملك بلاد العرب طالبا عقد حلفا معه وبناء على التحالف وعلاقات الود التي ربطت بين الفرس والعرب لجأ الفرس إلى ملك العرب يساندهم في حروبهم الطويلة في المنطقة وذلك مرتين، الأولى
عندما أراد إذن يشير هيرودوت إلى إدراك الفرس لأهمية موقع العرب في شمال الجزيرة العربية ومعرفتهم بالطرق المهمة، حيث أرسل الملك فارس قمبيز إلى ملك العرب طالبا عقد تحالف معه، وبناء على التحالف وعلاقات الود التي ربطت بين الفرس والعرب، لجأ الفرس إلى ملك العرب ليساندهم في حروبهم الطويلة في المنطقة، وذلك مرتين، الأولى عندما أراد الملك الفارسي قمبيز غزو مصر فطلب من العرب السماح له بالمرور عبر أراضيهم وأندادهم بالجمال التي تحمل قرب الماء. والمرة الأخرى عندما أيضا اشتركوا مع الفرس في غزو بلاد الإغريق. ومما يدل على المكانة التي كان يحظى بها العرب عند الفرس الذين قدروا أهمية دورهم في الجيش الفارسي المعد لغزو الإغريق أنهم أوكلوا قيادتهم إلى قادة كبار في جيوش الملك الفارسي. فالعرب المشاركون في الجيش الفارسي من شمال الجزيرة العربية من الأثيوبيين كانوا تحت قيادة إرساليوس بن دايوس حفيد قرش، حيث كان قرش والدا لأمه. أما العرب في الشرق في جزر الخليج العربي وما حولها من المشاركين في الجيش الفارسي فقد عهد الملك الفارسي بقيادتهم إلى القائد ماردونيكيس بن باجيوس أحد كبار قادة جيش قرش. وهكذا أسهم هيرودوت في تقديم صورة واضحة تقريبا عن عرب الجزيرة العربية خلال القرن الخامس قبل الميلاد، من حيث تنظيمهم السياسي والعسكري وقوة ميراثهم، حتى إن القوى الكبرى في المنطقة مثل الإمبراطورية الفارسية لم تستطع السيطرة عليهم وإخضاعهم. ويصور هيرودوت لنا جانبا من الحياة الاجتماعية للعرب، يشير إلى تقدمهم ورقيهم الاجتماعي آنذاك. فمن ناحية يتحدث عن أخلاق العرب وصفاتهم النادرة من حيث حرصهم على الوفاء بالعهد مهما كلفهم ذلك من ثمن، وذلك في معرض حديثه عن تحالف الملك الفارسي قمبيز مع ملك بلاد العرب، حيث يصف كيفية توثيق العهود بين الرجلين من العرب. ثم يتحدث أنهما يخبرون جميع من في القبيلة أو في العشيرة لكي يحترموا عهد العهد ويحافظوا عليه سواء كان معاهم قريبا أو غريبا. ويختتم هيرودوت حديثه قائلا: ما من أمة تحترم العهود وتقدسها مثل العرب. وهكذا أثنى المؤرخ اليوناني على هذه الخصلة الجميلة التي تحلى بها العرب وحافظوا عليها حتى عصور الجاهلية التي سبقت الإسلام الذي جاء مشيدا بها ومقرا لها بقوله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي موضع آخر يتحدث هيرودوت في كتابه عن حب العرب للنظافة وحرصهم عليها، ويفصل ذلك في مظهرين اتسمت فيهما الشخصية العربية عند هيرودوت. الأولى تتمثل في التزام الزوجين الرجل والمرأة في علاقاتهم الخاصة بالطهارة، حيث يحرصان على الاغتسال والتبرك والتبخر بالروائح العطرة، ويتجنبان مس الماء ربما المعد للشرب قبل الاغتسال من الجنابة، وذلك أثناء حديثه عن البابليين مشبها إياهم بالعرب. والثاني يكمن في تأكيد هيرودوت أمر حرص الرجال على علاقة شعورهم وعلاقة شعر زهر بي الوجه، ومما لا شك فيه أن التخبص من الشعر الزائد حتى لو كان بدافع ديني لا سيما شعر الرأس يحافظ على نظافة وحماية الرأس من الأتربة التي تتسم بها صحاري الجزيرة العربية كما هو معروف. وأخيرا يقدم لنا هيرودوت في كتابه السابع في معرض حديثه عن مشاركة العرب في جيش الملك الفارسي المعد في غزو الإغريق وصفا مبسطا عن لباس العرب في شمال وشرق الجزيرة العربية. فهم في الشمال يرتدون ثيابا طويلة أو عباءة تجمع إلى الوسط في حزام عريض، أما العرب في الشرق من سكان جزر الخليج العربي وما حولها فهم يرتدون قمصان مزخرفة عند الأكمام وسراويل وأحزمة تربط حول القصور، متأثرين في ذلك بلباس جيرانهم من المدينة. وهكذا قدم لنا هيرودوت جوانب مهمة
عن حياة العرب السياسية والاجتماعية خلال القرن الخامس قبل الميلاد لم تتواتر في مصادر أو مراجع أخرى على كتاباته التي كانت نواة الاهتمام لضيف الجزيرة العربية وجغرافيتها ومحاصيلها المقدسة من وجهة نظر القدماء وسكانها وعاداتهم وتقاليدهم، وبالتالي قدم للإغريق ومن ثم الرومان معلومات وافية عن الجزيرة العربية وسكانها في مختلف جوانب حضارتها بعد أن كانت عالما مغلقا ومغلفا بالغموض والأساطير قبل عصر هيدو. السلام عليكم ورحمة الله.